خاوتي خواتاتي السلام عليكم الزول في الهون ميضامي سو بونجور ان شاء الله تكونوا كاع بخير. نقول لي مازال ما اشتركوش في القناه تاعي اشتركوا في القناه تاعي ودوق على زر الجرس هكذا يجيهم منبهكتكم فيديو جديده جو دي اسوك سون بوك رابوني كي سابونا ما شاني زاكتيف لا كلوش كوم سا يزور انتيفيكاسيون سي دي نوفي فيديو بوكم ديرونا جيم بارطاجيو لا فيديو ديرونا كومونتير باش تطلع الفيديو في المقدمه باش تعمل فائده للجميع. نقولكم دعموا هذه القناه بالاشتراك فيها باستمر في البث ونشكركم كثيرا ونشكر الذين يشاهدون الفيديو تاعي اشكرهم كثيرا. الله يجحدكم على النتائج المباريات اللي تلو لعبت يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد وهذا في مختلف البطولات الأوروبية. نبدأ ببطولة ألمانيا بوندسليغا الجولة 28 يوم الجمعة فريق بيليفيلد فاز على فريق فريبورغ 1-0. يوم السبت لعبت خمس مقابلات فريق هانوفر فرانكفورت فاز على فريق وولفسبورغ 4-3. فريق هرتا برلين تعادل مع فريق بورسيا مونشنغلادباخ 2-2. فريق بايرن ميونخ تعادل مع فريق اتحاد برلين 1-1. فريق وردر برام انهزم بنتيجة ثقيلة مع فريق أربي ليبزيغ 4-1. فريق في اف بي ستوتغارت انهزم في عقد ضرائب مع فريق بولسيا دورتموند 3-2. أما البارحة لعبت مقابلتين فريق شالك 0-4 فاز على فريق أوكسبورغ 1-0. فريق اف سي كولون انهزم في عقد ضرائب مع فريق مايونس 3-2. أما اليوم هناك مقابلة تجمع بين فريق هوفنهام ضد فريق ليفركوزن على الساعة 8:30 ويمكن مشاهدة المقابلة على بين سبورت نينا. جدول الترتيب نجد في المرتبة الأولى فريق بايرن ميونخ حتى المرتبة الأولى ب 65 نقطة، المرتبة الثانية أربي ليبزيغ عنده 60 نقطة، المرتبة الثالثة فريق وولفسبورغ عنده 54 نقطة، المرتبة الرابعة فريق أندرا فرانكفورت عنده 53 نقطة، المرتبة الخامسة فريق بولسيا دورتموند عنده 46 نقطة، المرتبة السادسة فريق ليفركوزن عنده 43 نقطة. جدول ترتيب الهدافين نجد في المرتبة الأولى لاعب ليفاندوسكي من فريق بايرن ميونخ عنده 35 نقطة، المرتبة الثانية لاعب أن سيلفا زيد واحد من أندرا فرانكفورت عنده 23 نقطة، المرتبة الثالثة لاعب الهالون من فريق بورسيا دورتموند عنده 21 نقطة 21 هدف عفوا. المرتبة الرابعة لاعب ويغورتس زيد واحد من فريق فولسبورغ عنده 18 هدف. المرتبة الخامسة لاعب كراماريك من فريق هوفنهام عنده 14 هدف، وكذلك اللاعب كالا زيك زيد واحد من فريق في اف بي ستوتغارت عنده 14 هدف. ثم ننتقل الى البطولة الانجليزية بريمير ليج الجولة 31 يوم الجمعة لعبت مقابلة فريق فولهام انهزم في قدر من فريق وولفهامبتون 1-0. أما يوم السبت لعبت ثلاث مقابلات فريق مانشستر سيتي انهزم في قدر من فريق ليدز 2-1. فريق ليفربول فاز على فريق أستون فيلا 2-1. فريق كريستال بالاس انهزم في قدر من فريق تشيلسي 4-1. أما نتائج مباراة لعبت البارحة فريق بوردي انهزم في قدر من فريق نيوكاسل 2-1. فريق وستهام فاز على فريق ليستر 3-2. فريق توتنهام انهزم في عقد ضرائب من فريق مانشستر يونايتد 3-1. فريق شيفيلد يونايتد انهزم في عقد ضرائب من فريق ارسنال 3-0. اما اليوم هناك مقابلتين فريق وست بروميتش يتقابل ضد فريق سوتنهام على الساعه 7 ويمكن مشاهده المقابله على ام سي سبور 1 وكانال بليس. فريق بريتون يتقابل ضد فريق ايفرتون على الساعه 9 وربع سبور 1 وكانال بليس سبور. جدول الترتيب نجد في المرتبه الاولى فريق مانشستر سيتي حتى المرتبه الاولى ب 74 نقطه، المرتبه الثانيه فريق مانشستر يونايتد 63 نقطه، المرتبه الثالثه فريق ليستر عنده 56 نقطة، المرتبة الرابعة فريق وستهام عنده 55 نقطة، المرتبة الخامسة فريق تشيلسي 54 نقطة، والمرتبة السادسة فريق ليفربول 52 نقطة. جدول ترتيب الهدافين نجد في المرتبة الأولى اللاعب صالح زيد واحد من فريق ليفربول عنده 19 هدف، واللاعب كان من فريق توتنهام عنده كذلك 19 هدف. ثم ننتقل إلى بطولة إسبانيا لا ليغا الجولة 30 يوم الجمعة لعبت مقابلة فريق ويسكا فاز على فريق ألش 3-1. يوم السبت لعبت أربع مقابلات فريق خطافي انهزم في عقد ضرائب من فريق كاديس 1-0. فريق أتلتيكو بلباو تعادل عفوا أمام فريق ألافا 0-0. فريق إيبار انهزم في عقد ضرائب من فريق ليفانتي 1-0. فريق ريال مدريد في ديربي كلاسيكو فاز على فريق أفسي برشلونة 2-1. أما المباراة لعبة البارحة صوت على النتائج التالية، فريق فيلاريال انهزم في عقد ضرائب من فريق أوساسونا 2-1. فريق أفسي فالونس تعادل من فريق ريال سوسيداد 2-2. فريق فالادوليد انهزم في عقد ضرائب من فريق جرونادو 2-1. فريق بيتيس سيفي تعادل من فريق أتلتيكو مدريد 1-1. أما
أما اليوم فهناك مقابلة فريق سلطة فيغو يتقابل ضد فريق قفصي في سيفيل على الساعة 9 ليلا، ويمكن مشاهدة المقابلة على بين سبور ماكس. ربعة جدول الترتيب، نجد في المرتبة الأولى فريق أتلتيكو مدريد عنده 67 نقطة، المرتبة الثانية فريق ريال مدريد عنده 66 نقطة، المرتبة الثالثة فريق أفسي برشلونة عنده 65 نقطة، المرتبة الرابعة فريق أفسي سيفيل عنده 58 نقطة، المرتبة الخامسة فريق ريال سوسيداد عنده 47 نقطة، المرتبة السادسة فريق بيتي سيفيل عنده 47 نقطة. جدول ترتيب الهدافين، نجد في المرتبة الأولى اللاعب ميسي من فريق أفسي برشلونة عنده 23 هدف، في المرتبة الثانية اللاعب لويس سواريز من أتلتيكو مدريد وبنزيما زيد واحد من فريق مدريد، واللاعب مورينو من فريق فيلاريال عندهم 19 هدف. ثم ننتقل إلى بطولة إيطاليا سيري أ الجولة 30، يوم السبت لعبت 3 مقابلات، فريق لاسبيزيا فاز على فريق كروتون 3-2، فريق بار انهزم في قدران فريق سيمينو 3-1، فريق يودينيز انهزم في قدران فريق تورينو 1-0. أما المباراة التي لعبت الباحثات على التاج التالية، فريق انتر دي ميلان فاز على فريق كالجاري 1-0، فريق سامدوريا انهزم في قدران فريق نابولي 2-0، فريق جوفنتوس فاز على فريق جينوا 3-1، فريق هيلاس فيرون انهزم في قدران فريق لازيو روم 1-0، فريق ايس روم فاز على فريق بولون 1-0، فريق فيرونتينا انهزم في قدران من فريق اتلانتا بيرغام 3-2. أما اليوم هناك مقابلة ستجمع بين فريق بيني فيونفونتو ضد فريق ساسولو على الساعة 9:15، ويمكن مشاهدة المقابلة بين سبور ماركت 5. جدول ترتيب، نجد في المرتبة الأولى فريق أنتر دي ميلان يحتل المرتبة الأولى ب 74 نقطة، المرتبة الثانية فريق أسي ميلان 63 نقطة، المرتبة الثالثة فريق جوفنتوس 62 نقطة، المرتبة الرابعة فريق أتلانتا بيرغام 61 نقطة، المرتبة الخامسة فريق نابولي 59 نقطة، المرتبة السادسة فريق لازيو روما 55 نقطة. جدول ترتيب الهدافين، نجد في المرتبة الأولى لاعب كريستيانو رونالدو من فريق جوفنتوس عنده 25 هدف، في المرتبة الثانية لوكاكو من فريق انتر دي ميلان عنده 21 هدف، في المرتبة الثالثة اللاعب موريا من فريق اتلانتا بيرغام عنده 18 هدف، والمرتبة الرابعة اللاعب نواكو زيد واحد من فريق كروتون عنده 16 هدف. ثم ننتقل إلى بطولة البرتغال جولة 26، أين لعبت يوم الجمعة مقابلة فريق بورتيمينوس فاز على فريق فيكتوريا غيمارش 3-0. أما يوم السبت لعبت 4 مقابلات، فريق ماريتيمو فاز على فريق فرنسا 1-0، فريق بوفيستا تعادل من فريق ريو أف 3-3، فريق تونديلا انهزم في قدران من فريق أبسي بورتو 2-0، فريق باسوس دي فيرارا انهزم في قدران من فريق بنفيكا بنتيجة ثقيلة 5-0، فريق جيل فيسنتي انهزم في قدران من فريق مورينا 2-1، فريق سانتا كلارا فاز بنتيجة ثقيلة ضد فريق مادار 5-1، فريق براغا تعادل من فريق بيلينس السد 1-1، فريق سبورت تعادل من فريق فاماليكاو 1-1. والترتيب، نجد في المرتبة الأولى فريق سبورتينغ البرتغال عنده 66 نقطة، المرتبة الثانية فريق أفسي بورتو 60 نقطة، المرتبة الثالثة فريق بنفيكا 57 نقطة، المرتبة الرابعة فريق براغا 54 نقطة، المرتبة الخامسة فريق باسوس دو فيرارا 44 نقطة، والمرتبة السادسة فريق فيكتوريا غيمارش 35 نقطة. نقولكم هذه لقاءكم وموعد الفيديو القادم، جو فيديو كسات فيديو لتيرميني، جو فيديو دون رونديو ولا بروشان فيديو. نقولكم السلام عليكم وقال خير.